منه بس ايه هذا مطلوب منكم ايه. اذا اكزامبل 6.1 ايه في عندي سينكرونس موتور دلتا كونكتد. اتذكروا الدلتا ايش مختلف عن الستار من ناحيه اللاين كرنت والفيز كرنت؟ الدلتا فيز فيز كرنت. تمام، بحاله الدلتا مين المتساويين؟ الكرنت ولا الفولتج؟ الفولتج. لاحظ بحاله الدلتا الفيز فولتج هو نفسه اللاين فولتج، بس اللاين كرنت مش نفسه. شو العلاقه بينهم راح تكون؟ جنريتر. اذا عندي هون هذا المحرك هون اللاين فولتج تبعه 208 اللي هو نفسه الفيز فولتج 208، واللاين كرنت هون بدي احسبه الان. شو عماله بيشتغل على 0.8 باور فاكتور ليدنج. متذكرين هذا ايش بذكرنا؟ الليدنج زي ما قلنا قبل شوي. اذا اللود عليه لسه في البدايه قد ايش؟ خفيف. 0.8 باور فاكتور 0.8 ليدنج. عماله بسحب الان 15، عماله بزود فيه لود عليه 15 هورس باور. يعني اللود اللي عليه 15 هورس باور. ايش الهورس باور؟ 746 واط. اذا هذا بيساوي 15.746 كيلو واط. مضبوط، الكل عارف هذا التحويل. الهورس باور الواحد الحصان بيساوي 746 واط. وفي عليه كمان لوسز، يعني هذا اللود اللي عم نستفيد منه، في كمان لوز اللي هي فريكشن اند ويندج، والكور لوسز في كور بيساوي 1.5 كيلو وات زائد 1 كيلو وات. 1.5 هذول 2.5 كيلو وات. حددوا دوبل الرقمين هذول 15.64746. خلص هي ما عندي الرقم، بيطلع 11.19. إذا كم كيلو وات عماله بزودني هذا المحرك ات لايت لود؟ مجموع هذول مش هيك؟ مجموع هذول، إذا البي توتال تبعه بيساوي 11.19 زائد 2.5 ويطلع معي قديش؟ بيطلع 13.69. طيب هذه الباور من وين نتيجه؟ هاي الميكانيكال باور من وين نتيجه؟ الكتريكلي مش هيك؟ ايش معادله الباور للثري فيز موتور؟ في لاين في لاين وساين ثيتا. لاحظوا هذا سواء كان دلتا او ستار، صحيح؟ عشان هيك بنحب هاي المعادله، ما بندخل بتفاصيل انها دلتا او ستار. باخذ اي لاين وفي لاين مش هيك؟ في لاين عندي مش هيك؟ وينه في لاين؟ هيدا اي لاين ما بعرفوش، كوساين فاي بعرفه مضبوط؟ هيدا مضبوط؟ وجذر الثلاثة. إذا ايش بقدر اطلع الان؟ اي لاين. تمام، إذا عندي صار 13.9 كي بيساوي جذر الثلاثة في اي لاين اللي ما بعرفها، في لاين 208 وكوساين فاي ايش؟ هل بيأثر انه لاجنج او ليدنج؟ هاي المعادلة بالكوساين. إذا بيطلع معي اي 9 شو بيساوي؟ بيطلع 47.5. حد يتأكد من الرقم؟ 47.5. بس هذا اي 9، أنا إيش بدي؟ بدي أحسب اي فيز هون، ها؟ كيف بعمل؟ جذر الثلاثة. إذا عندي اي، ولاحظوا اي فيز هو نفسه اي اي. اي اي شو كان؟ الارمشر كارنت اللي كنا نحكي عنه. إذا اي فيز بيساوي اي اي بيساوي اي لاين على جذر الثلاثة بيطلع 27.424 امبير. هي صار عندي. إذا طلعوا هلا على الدائرة الصغيرة هاي اللي موجودة هون، هاي بتشبه عندي الفي اي اي والفي 5، يعني هاي القطعة اللي موجودة هون هاي إذا وسعتها راح تصير عندي شكل هاي الموديل تبعها راح يكون اي اي اكس اس راح اهمل ار اي. قديش عندي في 5؟ عارفها انا في 5 قديش كانت؟ 208 فولت. واي اي قديش قيمتها؟ 27. بس قديش زاويتها؟ 90. لا 90 لا لا ايش بحكي يا 120. ليش 120؟ لا لا طلع جواب امامكم. 0.8 باور فاكتور 0.8 ليدي. واحنا قلنا لما بيبدا لودد لايتلي لودد قديش بتكون الزاويه؟ ايش بتكون الزاويه؟ ليدي. بعدين بصير لاجي. فاذا 0.8 كيف بدي اطلع زاويه منها؟ شو بدي اعمل؟ كوساين ماينس. اذا حط لي كوساين ماينس 1.8 تطلع معي الزاويه هون اللي هي بتطلع معنا 37. نعم تفضل.
علي صوتك. لا 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 ما تطلع معك لانك انت هون انا حاطط كي هون. ها؟ آه؟ مضبوط مضبوط هذا. هي هاي 13690 بيطلع مضبوط. طيب هذه بلس ولا ماينس 34؟ بلس. ليش بلس؟ ليش هون هذه؟ ها؟ اذا هاي بلس. اذا احنا عمال نقول يعني شوفوا لو بدي ارسم هلا هذول هذه 208 وهي 27 متذكرين ايش المعادله الفيزر دايجرام تبعت هاي حكينا عنها قبل شوي اي اي شو بتساوي؟ في فاي ناقص في فاي تمام؟ ناقص جي اي جي اكس اس مضبوط؟ اي اي عندي اياها كفكتور مش هيك؟ واكس اس معطيني اياها بالسؤال انا ما كتبتها بس هي موجوده اكس اس بالسؤال قديش كانت؟ موجوده بالسؤال بس انا مش قادر اشوفها 2.5 اومز اذا معطيني بالسؤال هو 2.5 اومز بس هاي طبعا رياكترز مش هيك؟ اذا هاي عندي في 5 هذا قديش كولوم؟ وانا راح افترض انه زيرو هو الاشياء الثانيه بالنسبه له اي ليدي ولا لا ليدي؟ في 5 ليدي اذا راح تكون 37 هاي تقريبا 45 هاي تقريبا 37 هون وهاي الزاويه هون هذا اي اي اكسس طبعا هي جي اكسس مش هيك؟ قديش قيمتها 2.5 مضروبه في جي اذا شو بقدر اطلع الان من هاي المعلومات اللي عندي؟ عندي اكسس مضبوط؟ عندي اي اي والجي انا عارف انها 90 والفي 5 عندي شو بقدر اطلع؟ بس بدي انتبه هذا الجمع شو بده يكون؟ فيزرز اذا عندي صار هلا هون هاي راح تصير بهذا الشكل راح تصير هاي بهذا الشكل هذه عباره عن اي اي اللي هو 27.4 على 37 ديجريز بايش مضروب هذا؟ 2.5 بس ايش؟ جي، الجي شو هي عباره عن ايش؟ 90 وكمان في عندي ماينس هي هاي الماينس ها؟ وهذا راح يطلع معي اي اي اذا اي اي تساوي 208 على 0 ناقص اضربوا لي 27 و4 بالعشرة في 2.5 بتطلع 68.56 والزاوية بتطلع 37 زائد 90 قديش؟ 127 بتعرف تكملوا من هون؟ حول على 30 شو بعمل؟ هلا هاي جاهزة ريل ما فيش فيها اي جي هاي بقدر احللها لتو كومبوننتس مضبوط؟ هاي بتحلل معي لكومبوننت هيك وكومبوننت هيك مش هيك؟ الكومبوننت الريل اللي بيطلع معي لمين بجمعه؟ 208 والكومبوننت هذا اعطيني هون بطلع الزاويه تطلع معي النتيجه اللي الكل بيعرف يعمل هذا التحويل؟ على الحاسب على الحاسب بتعرف الشباب اللي ورا بتعرفوا؟ اه بتعرف؟ يعني رح احط النتيجه هو الحل التفصيلي انا حاطه هون تطلع هاي معي 255 2 بالعشرة اذا هاي طلعت معي هون ايش بتلاحظوا اي اي قيمتها كماجنتيود بالنسبه للفي 5 اكبر يعني طلع هاي كقيمه اكبر من هاي كقيمه بس الكرنت عم يمشي بهذا الاتجاه لانه اللود ايش؟ لو ما في ليد لانه هو ليد